يوم أحد دافئ ينعم به لبنان وأحوال رواد التزلج، مباشرة مع الزميلة نوال بري. نوال، أنت حاليا بفريق فردبيان، بلشت سكي أو بعد؟ يعني بعيدا عن السياسه كريستين اللي هلا كنا عم نسمعها، طبعا في هون حياه من نوع اخر في كفر دبيان وتحديدا في مزار سكي ريزورت. العالم بلشوا السكي اليوم، افتتح موسم السكي بلبنان اللي كان عدد كبير من المواطنين ناطرينه. هذا نشاط بينتروا يعني معظم اللبنانيين وحتى اهالي المناطق هنا، لانه طبعا هو باب رزق لعدد كبير من المواطنين هون. اليوم بلش موسم السكي كما ذكرنا، اذا عدد كبير من المواطنين جاءوا من كافه المناطق ليبداوا هذا الموسم ولكي يستمتعوا بالفعل بالطقس. يعني ثائبت اليوم شمس وسكي، فبالفعل جو من الصبح نحن كنا عم نتابع الاجواء هون، العالم كثير مبسوطه، العالم ناسي كل شيء، ناسي سياسي ومبسوطين بس بالثلجات وبهالجو السكي يلي بدا بلبنان. البعض حتى من يلي ما بيعملوا سكي قرروا يجي يقعدوا بالمطاعم لحتى يشوفوا البياض يلي الرائع طبعا هون بالمنطقه بكفر دبيان. مثل ما شايفين عدد كبير من المواطنين من امبارح قرروا يجوا لهون على كفر دبيان كما ذكرنا، اذا ليكونوا يعني بهيدا الموسم وليستمتعوا بهالطقس يلي سائب اليوم. رح نحاول نحكي مع بعض المواطنين يلي بلشوا يعملوا سكي، في ناس عم بيعلموا اولادهم يمكن كمان. سوري، عم تعملوا سكي اليوم اول نهار؟ ايه نعم اول نهار. قد ايه مبسوطين انه افتتح الموسم؟ والله كثير مبسوطين. جايبه اولادك معك كمان؟ ايه بيتعلموا من هنا وصغار. نعم. ثانك يو. نوال، كيف نوعية الثلج؟ يعني سؤال لابد بيطرحه المواطنين، انه هل نوعية الثلج جيدة للبدء بممارسة هواية التزلج ام ما زال الثلج يعني ليس بالكثافة المطلوبة؟ نحن كنا عملنا مقابلة مع عاطف زغيبي اللي هو مدير العمليات هون كريستين، وطبعا حيكون في مقابلة ضمن النشرة المسائية. أكد أنه نوعية الثلج مسائبة كثير منيحة، خاصة أنه الشمس ساعدت بهذا الأمر، وقال أنه هاي الجمعة يعني هلا أحسن وقت للسكي لأن نوعية الثلج كثير منيحة، وقالوا أنه هاي الجمعة إن شاء الله حتضل فاتحة يعني هون المراكز، ولكن بيأملوا عم بيقولوا في كمان عاصفتين جايين قوية قريبا حيزيدوا يعني نوعية الثلج تكون أحسن. مثل ما شايفة كريستين بالفعل الحياة أخرى هون، عالم ناسي كل شيء وناسي كل السياسة، على أمل أنه بالفعل تكون كل أيامنا هيك بيضة وحلوة يعني وبعيدة عن السياسة ومشاكلها. أيضا كان عنا لقاء هون، صادفنا الفنان معين شريف كان عم يتعلم السكي بعد كذا سنة من فشل بالمحاولة. كل هاي تفاصيل وغيرها حنكون بتقرير بالنشرة المسائية عن اليوم، هيدا اليوم اللي قضيناه. إذا في معين شريف أكيد رح نتابع النشرة المسائية. شكرا نوال بري.